بالتأكيد اللقاء واحدة من ثمرات هذا اللقاء أن يذيب الجليد الذي تراكم بفعل تصريحات غير مسؤولة من الإدارة الأمريكية أبان حرب الخليج الثانية، عندما نطق الرئيس بوش بأن الحرب هذه حرب صليبية وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمره بالتوجه إلى العراق. طبعا هذا إن كان إن عبر على شيء عن يعبر عن نزعته يعني الطائفية، وعلى أرض الواقع لا يوجد هنالك لا حرب صليبية ولا حرب أخرى. هنالك داعش دخل إلى العراق، هنالك دكتاتور كان جاثم على صدور العراقيين، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية فساعدتنا على زواله، هذا كل ما في الموضوع، وليس هنالك لا حرب صليبية ولا حرب طائفية. وهذه الزيارة هي خير دليل على أن ليس هنالك من هذا القبيل من شيء، وثمرت من ثمرات هذه الزيارة مسح هذه الرؤية المشوهة للعراق. طبعا هناك استعدادات كبيرة في النجف الأشرف على المستوى الاجتماعي والمستوى الديني وأيضا المستوى الرسمي لاستقبال باب الفاتيكان عبر نشر عدد من الصور واللافتات وعبارات بمختلف اللغات والأعلام، وهذه الاستعدادات دليل على اهتمام النجفيين بزيارة شخصية كبيرة وعالمية كشخصية باب الفاتيكان فرانسيس. ولم تكن زيارة باب الفاتيكان جاءت مفاجأة، وإنما هناك دعوات للبابا السابق لزيارة النجف قبل عام 2014، وأيضا هذه الدعوة الثانية التي أطلقها الفاتيكان لزيارة العراق وزيارة النجف، وهذا جاء بسبب مواقف المرجعية الدينية المتمثلة بالمرجع الديني السيد السيستاني عبر كلماته وبياناته وخطبه وفتاويه للدفاع عن المسيحيين وحمايتهم وحماية باقي المكونات. لذلك نجد أن هناك الكثير من الهاشتاغات التي أطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منها المآذن والأجراس، ومنها المساجد تحتضن الكنائس، وغيرها من العبارات التي تدل على اهتمام النجفيين بالتعايش السلمي مع جميع المكونات. طبعا يعني زيارة عالمية لشخصية كباب الفاتيكان للسيد السيستاني، يعني شخصيتين تاريخيتين كبيرتين لهم مقلدين في العالم ولهم صدى في العالم، يعني الحدث يفرض نفسه. ما يقوله بعض يعني النادر من المجتمع، من غير طبعا المجتمع النجفي، أصوات نشاز لن نستمع لها ولن تجدي نفعا ولا تؤثر على أي قضية، لأنه قوة الحدث وأهمية العالمية هو أكبر من أن يتأثر بأشخاص لا وجود لهم على الواقع. بداية نرحب بزيارة باب الفاتيكان للنجف، لأنه هذا الشيء يرمز إلى تقارب الديانات بين المسيحية، ديانة عيسى وموسى، وديانات كل هالأنبياء إلى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. فإحنا نرحب بهذه الزيارة، ونتمنى أنه إن شاء الله يكون تبع هذه الزيارة أمور خير وأمور ترتيب على العراق، يعني هواي أمور راح إن شاء الله نلمسها من بعد هذه الزيارة، إن شاء الله تكون إيجابية بحقنا، وإن شاء الله تكون يعني اكو امور مثلا عندنا احنا هسه جاي المجتمع العراقي جاي يعاني منها هواي امور سياسيه واجتماعيه وثقافيه، ان شاء الله توضع لها حلول، ونسال الله التوفيق للجميع ان شاء الله، ونرحب بهذه الزياره. بالحقيقه انا اعد هذا اللقاء، هو لقاء تاريخي، يعني لم نكن مسبوقين في يوم من الايام بطول تاريخنا ان تاتي شخصيه مهمه تعد الشخصية الدينية الأولى في العالم الآخر لزيارة المرجعية الدينية. بالحقيقة اختيار العراق بهذا الظرف العصيب، وعلى الرغم من وجود الوباء والداء المنتشر الذي يشكل عامل ضاغط ومانع عن اللقاءات، لكن البابا أصر أن يكون اللقاء بهذا الظرف على
حراجته، لابد أن تكون وراءه رسالة مهمة، والرسالة التي يريد أن ينقلها لابد أن تكون وراءها السلم والسلام ولغة المحبة ولغة الوئام والتعايش. وقبول السيد السيستاني بهذا اللقاء أيضا وراءه رسالة، وهو أننا نرحب بالسلام ولا يوجد عندنا غير السلام. بل عنده مقولة مهمة يعني قالها لأخوتنا المسيحيين: نحن جزء منكم وأنتم جزء منا. هذه مقولة يعني صارت خالدة، كما قال لأخوتنا من الضفة الأخرى: لا تقولوا أخوتنا وإنما قولوا أنفسنا.